السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم دون زي نوفيل فيديو. في لا فيديو تاع اليوم حبيت نشارك معكم مقروط الكوشه، الوصفه السحريه اللي انا نستعملها وجامي نستغنى عليها، ويعني المقروط تاعي نال اعجاب الكثير منكم وجربوه ونجحوا فيه من اول تجربه، لانه المقادير تاعو مضبوطه وراح يجيكم من اروع ما يكون، يعني يجي كيما تاع الحلواجيات البنات ولا احسن، يجي مرمل ومعسل. المقروط تاعي راح نستعمل مارغارين، يعني اي نوعيه تاع المارغارين، اي نوعيه تاع مارغارين متواجده في السوق الجزائريه تقدروا تستعملوها وراح تنجح معكم من اول تجربه. البنات بزاف سقساوني في كومونتير اسك نقدر نستعملوا اسمن في بلاصه المارغارين، تقدروا بي مي راح يجيكم بسس بزاف، لكن اذا استعملتوا اسمن بيان سيغ راح تستعملوا نصف الكميه تاع الزيت. انا هنا عندي كيله تاع المارغارين تكون ذايبه ضروري مع كيله نتاع الزيت، وراح نضيف عليها كيله نتاع ماء الزهر. انا هنايا الكيله تاع ماء الزهر كانت شويه ناقصه، يعني كملتها بالماء. البنات فوالا عندي كيله مارغارين، كيله تاع الزيت، وكيله نتاع الماء الزهر. هنا عندي عطر ماء الزهر، ولا تقدروا تستعملوا عطر اللوز ولا عطر اللافاني ولا عطر الزبده كامل، يعني راح تعطيكم نتيجه رائعه ويجي المقروط تاعكم فريمون منسم. عندي يعني نص ملعقه صغيره نتاع الملح هكا باش العجينه تاعنا تجينا مع مالحه، وكي نعسلوه يعني بيان سور تعرفوا انه المقروط لازم له الملح. فوالا البنات هنا المقادير، هذو السائله خلطهم بالفوي ولا تقدروا تطلعوهم بالباتور ولا تقدروا تميكسيوهم، وهذا الاخير يعني فريمون راح يعطيكم نتيجه روعه. انا هنايا ميكسيتهم كامل بالميكسور، يعني ما حبش تخلط لي بيان بالبلاسبات بالفوي. فوالا هنايا ضفت 2 كيلات نتاع الفرينه، علاه ضفت لافاري؟ لانه المقروط تاعكم حيجي مشدود ومام طون حيجي راح يجي خفيف البنات. اوكي دونك تخلطوا غير شويه هكا برك، يعني البنات ما تدلكوش الخليط، غير شويه برك، ومن بعد نبداو نضيفه في السميد المتوسط الخاص بالمقروط. انا نستعمل موله اللي الساشين تاعو زرقاء، هذه هي النوعيه اللي نستعملها انا. تقدروا تستعملوا عمور فانيك هايل، ومقروط الكوشه فريمون يجيني به بزاف مليح. راح نستعمل هنا استعملت 2 كيلات نتاع سميد متوسط الخاص بالمقروط، ندخلهم بيان يعني البنات غير باطراف الاصابع فقط، ما تدلكوش العجينه لانه فيها لافارين والسوائل. راح نضيف الكيله الثالثه وثاني كجمعت، ومن بعد نزيد كيله غير ربع. فوالا دونك هنا واش عندنا، عندنا 3 كيلات يعني ممسوحه مع كيله غير ربع. هذه هي البنات راح تتحصلوا على عجينه متماسكه كما راكم تلاحظوا، وهنايا راح تخدموا مباشره، لانه اذا خليتوا العجينه تريح اكثر من نصف ساعه راح تيبس معاكم. فوالا العجينه تاعكم حتيبس وما راحش تساعدكم في الخدمه، والمقروط تاعكم يجيكم مشقق. تعرفوا انه يعني السميد يشرب، فوالا هذا هو القوام تاع العجينه، يكون شويه طري يعني كي تخلطوه، وميم طون كي تخلوه واحد 10 مينوت راح ينشف معاكم. وهنا ثاني كتعود النوعيه تاع السميد، كاين اللي ليه لي يشرب وكاين اللي ما يشربش. فوالا هنايا نبدا نخدم مباشره، حنحشيه بالتمر يعني بالغرس، تقدروا تحشيوه بالكاوكاو يعني واش تفضلوا انتوما. هنايا الغرس تاعي كنت نقيته تري تري بيان، وضفت له ملعقه كبيره نتاع لا مارغارين، وتقدروا ديروا له الججلان القرفه كيما حبيتوا، هنايا اذواق. انا ما نضيف له والو، خليها هكايا، نحب ان الطعم يعني تاع الغرس البنه تاعو يعني بدون اضافات. هنايا البنات يعني سقمتها ولقبت هذاك الحربوش، وهنايا جبت الطابع تاعي الخاص بالمقروط، طبحت في الوجه، ومن بعد قطعت بالكوبات هكا. راح الحبات تاعكم يجوكم كامل يعني على حبه. هذه هي البنات، هاملكم الحبيبات تاعي. الان نبدا نوريكم كيفاش راح ننقشهم، كيما راكم تلاحظوا هذا النقاش، نبدا هكايا من الحافه ونجي يعني هنايا. انا زربت لا فيديو توما يعني البنات غير بالعقل، سينو يتفتت معاكم، لانه العجينه راها طريه، وتعرفوا انه العجينه تاع المقروط يعني هشيشه.
ولا البنات هنا الفور تاعي راه مسخن مسبقا على 180 درجه 200 درجه، تشعلوا عليه من الفوق ومن التحت، ولي الفور تاعها ما يشعش من الفوق ومن التحت، تشعلوا عليه من التحت طيبوه يعني ابين، ومن بعد تشعلوه من الفوق وما تحمروهش بزاف هكا باش يجيكم اصفر. ويعني هنايا اذواق، تحبوا تحمروه فوالا ولا تحبوه هكا تصفروه، لانه مع العسل راح يزيد يعني يغمق اللون نتاعو. فوالا انا نحبوه هكا اصفر يعني مايل يكون اللون نتاعو ذهبي ما يكونش احمر بزاف. هنايا اذواق، يعني اللي يحبوا احمر بزاف خليه يعني يطول شويه في الكوشه. دونك هنايا البنات بعد ما عسلته وبريزونتيتو لكم يعني حبيت برك في الفلاسيات، هنايا نوريكم كيفاش يجي من الداخل. البنات يجي فريمون فريمون معسل. هنايا قسمته يعني كانت التعسيله الاولى يعني وقت التقديم، بيان سور راح تعسلوه للمره الثانيه، تسخنوا العسل تاعكم وتغطسوا الحبات تاعكم وتبريزونتيوهم في الكيسات. هنايا فقط يعني التحسيله الاولى، شوفوا البنات كيفاش راهو معسل وطاب ذهبي طاب هايل. نتمنى البنات انه الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، تنال الرضا تاعكم. بقاو على خير الى وصفه مقبله ان شاء الله.